أنا اسمي زياد زيدان كسواني، أردني اللي مقيم في السويد من 1971. الآن عمري 67 سنة. أنا مصمم، تصاميمي أنا حقيقة وصلت لكل المناطق الحساسة في العالم، موجودة في البيت الأبيض، في المتحف الوطني في نيويورك، موجودة بعتقد في المتحف الأردني في الأردن. بدأت حياتي أول شيء درست اللغة السويدية لمدة 6 أشهر، ثم اشتغلت في عدة مصانع، وإلى أن توصلت في 1978 إلى توفير مبلغ من المال وفتحت في شركتي التي الآن عمرها 40 سنة في منطقة في السويد في الشرق جنوب السويد اسمها سمولاند، وتسمى باللقب الثاني هي مملكة الكريستال. بسبب الاسم هذا أنه هذه المملكة كان في أكثر من 500 مصنع كريستال، مع الزمن وبما أنه الكريستال يصنع يدويا انقرضت هذه المهنة وخفت المصانع، بعض المصانع فلست، بعض المصانع حرقت لأنه بتعتمد على الحطب والنار، وبعض المصانع التمت على بعض، يعني كل 3-4 مصانع صار مصنع. بما أني أنا بحب الفن والتصميم قدرت أتواصل مع المصانع هاي وأعمل تصميم خاصة للشرق الأوسط. إحدى اللوحات اللي عملناها لوحة في عيد استقلال الإمارات، ولوحة في عيد ميلاد جلالة سيدنا المرحوم الملك حسين المعظم الله يرحمه. طبعا الكريستال أنواع مثل الذهب، منها كريستال عيار 32 اللي هو ما يساوي بالذهب 24، عندك كريستال 28 يوازي بالذهب 21، عندك كريستال 24 يوازي في الذهب 18، أقل من هيك ليس كريستال. القطع الفنية اللي احنا بننتجها ركزنا على 3 أشياء فيها. أول شيء الناحية الفنية مهمة جدا، الجودة مهمة جدا، فبتعتبر تحفة فنية يعني لها قيمتها. حصل لي شرف 1993 أن أنتج أكبر زجاجة عطر في العالم للسلطان قابوس، طبعا كان ارتفاعها 67 سنتي، وزن الكريستال لحالة القارورة 2 كيلو، في صندوق من الخشب وزنه 7 كيلو للحفاظ عليها، وطبعا بنحط فيها 5 كيلو ونص عطر أي ما يوازي 5 لتر، ووضع فيها من أجود وأغلى أنواع العطور في العالم وهو عطر العود. وأول زجاجة قدمت للسيد كورت فالتهايم رئيس الجمهورية النمساوية الذي كان قبلها الأمين العام للأمم المتحدة، وحصلنا على جائزة جينيس لأنها أكبر زجاجة عطر تعمل في العالم. الجالية الأردنية في السويد ليست كبيرة، ولكنها أعتبرها من الجاليات الناجحة في السويد. طبعا الأردن بلد معروفة يعني لغاية الآن، أكثر السويديين لو تسألوا عن الدول العربية أول دولة بذكرها الأردن. ليش؟ بحكم أنه الأردن بلد مسالم.